الفرد رقم واحد الدورة الثانية مادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائية إذا ندوزو الأسئلة اللي عندنا السؤال الأول أتمم الجمل الآتية بما يناسب إذا طلبوا منا باش نكملوا هاد الفقرات اللي عطاونا ونعمروا هذه الفراغات بكلمات لي مناسبه اذا عطاونا الكلمه الاولى هي اهدار الكلمه الثانيه هي تاخير الكلمه الثالثه لي اطول الكلمه الرابعه النباتات الكلمه الخامسه حفظ الكلمه السادسه التطفل الكلمة السابعة الحيوانات الكلمة الثامنة تناوله الكلمة التاسعة غير حية الكلمة العاشرة الوسط البيئي الكلمة رقم 11 رميه الكلمة رقم 12 العائل والكلمة رقم 13 التربة إذا أعطونا فراغات كما قلنا الفراغ الاول وعطونا الطعام اذا خاصنا هذا الفراغ ديال الطعام الفراغ الثاني عاوتاني عطونا فساد الاطعمه الطبيعيه ثم عطونا فراغ فتره زمنيه ممكنه ثم الجمله الثانيه يتكون وعطونا فراغ من مكونات حيه ك فراغ و وعطونا فراغ ومكونات وعطونا فراغ ك وعطونا فراغ ثم الجملة الثالثة أعطونا فراغ وعطونا الطعام وعطونا هو التخلص منه أو وعطونا فراغ دون أن يكون قد تم وعطونا فراغ وعلاقة وعطونا فراغ هي علاقة بين كائن حي يسمى المتطفل يستمد غدائه من كائن اخر يسمى اعطونا فراغ اذا مطلوب منا نملؤ هذه الفراغات كامله بالكلمات اللي عطاونا من قبل اذا جواب السؤال رقم واحد املا الفراغات اذا الجمله الاولى غادي نديرو حفظ اذا كلمه حفظ الطعام حفظ الطعام اذا نكتبو حفظ الفراغ الاول حفظ الطعام اذا حفظ الطعام شنو هو هو تاخير غادي تاخير في في الفراغ الثاني تاخير فساد الاطعمه الطبيعيه والفراغ الثالث غادي لاطول اذا فساد الاطعمه الطبيعيه لاطول فتره زمنيه ممكنه اذا تنقصدو بحفظ الطعام تاخير فساد الأطعمة الطبيعية لأطول فترة زمنية ممكنة إذا نحسب الطعام راه بطبيعة الحال تنأخرو متيبقا تنأخرو الفساد ديال الأطعمة الطبيعية متت... تنحفظوها باش مت... متخسرش داغي الجملة الثانية يتكون الوسط الطبيعي، إذا نوضعو الوسط البيئي، يتكون الوسط البيئي، إذا الفراغ الأول نضع الوسط البيئي، يتكون الوسط البيئي من مكونات كالحيوانات، إذا نضع الحيوانات في الفراغ الثاني، مكونات حية، الحيوانات مكونات حية و. النباتات اذا النباتات هي مكونات حيه في الوسط البيئي اذا من مكونات حية كالحيوانات والنباتات ومكونات غير حيه اذا نضع غير حيه كالتربه اذا التربه هي راه ماشي من المكونات الغير حيه اذا غادي تكون الجمله كالاتي يتكون الوسط البيئي من مكونات حيه كالحيوانات والنباتات ومكونات غير حية كالتربة إذا ندوزو الجملة الثالثة إذن نوضعو إهدار الطعام إذا الفراغ الأول نكتبو إهدار إذا إهدار الطعام ما سنقصد به هو التخلص منه أو رميه إذا نوضعو في الفراغ الثاني رميه إذن هو التخلص منه أو رميه دون أن يكون قد تم تناوله إذن الفراغ الثالث ندعو تناوله إذن إهدار الطعام هو التخلص منه أو رميه دون أن يكون قد تم تناوله جملة الرابعة علاقة التطفل ونوضع التطفل في الفراغ الأول هي علاقة بين كائن حي يسمى المتطفل يستمد غداءه من كائن آخر يسمى العائل إذا الفراغ الثاني نودع العائل إذا شنو تنقصدو بالتطفل؟ نقصد به بحال دابا هذاك هذاك الجراد اللي تيكون في, في, الكلاب ولا في, في المشاش اذا هذاك هو العلاقه ديال التطفل تيكون هذاك الجراد تيبقى يمص الدم من هذاك الكائن القط او الكلب هذاك القط او الكلب تيتسمى العائل حيت هو المتطفل اللي يستقبل تيستقبل هذاك المتطفل اللي اللي قلنا هذوك الكراداء راها تتسمى متطفل حتى تبقى تبقى شاده في هذاك الحيوان وتتمص منه الدم اذا تتغذى منه بدون ما دير حتى شي حاجه راه تتغذى وهذاك الكائن الكلب او المشي تسمى العائل حيت هو اللي مستقبل هذاك المتطفل اذا علاقه التطفل هي علاقه بين كائن حي يسمى المتطفل يستمد غداءه من كائن اخر يسمى العائل اذا ندوزو لدوزيام كيستيون مرو السؤال رقم اثنان جو باغ لي موفيز غيبونس اذا قالو لينا نشطبو على الاجوبه اللي خاطئه لي سبيسيفيك أونتر لي زيتر فيفون إذن العلاقات الخاصة بين الكائنات الحية عطاونا لا بريداسيون لا بريداسيون تنقصدو بها هي الافتراس عطاونا عاوتاني كونسوماتور كونسوماتور هو المستهلك وعطاونا لا كوبيراسيون

لا هي علاقة الافتراس إذن يعني الافتراس عطاونا عاوتاني الكلمة الثانية هي كونسوماتور المستهلك أو الاستهلاك عطاونا لا كوبيراسيون هي التعاون وعطاونا الأوت هو المستقبل أو استقبال وعطاونا لا كومبيتيسيون اللي هي التنافس إذا مطلوب منه

علاقة الافتراس وهي داخلة في العلاقات الخاصة بين الكائنات الحية إذا نخليوها منشطبوش عليها ثم عطاونا كونسوماتور كونسوماتور هو المستهلك إذا المستهلك ما داخلش في العلاقات الخاصة بالكائنات الحية إذا غادي نشطبو عليه الكلمة الثالثة هي لا كوبيراسيون لا كوبيراسيون هي علاقة التعاون إذا علاقة التعاون بين الكائنات فهي داخلة بين العلاقات الخاصة بين الكائنات الحية إذا ما نشطبوش عليها ونخليوها دون تشطيب الكلمة الرابعة هي الأوت لوط هي الاستقبال أو المستقبل ما داخلاش في العلاقات الخاصة بين الكائنات الحية إذا ما داخلاش في لي غولاسيون سبيسيفيك أونتخ لي زيتر فيفون إذا غادي نشطبو عليها ثم عندنا لا كومبيتيسيون لا كومبيتيسيون هي علاقة التنافس إذن علاقة التنافس داخلة في لي غولاسيون سبيسيفيك أونتخ لي زيتر فيفون إذن داخلة في العلاقات الخاصة بالكائنات الحية إذن نتركوها دون تشطيب إذن نمرو للسؤال رقم ثلاثة سل بخط اذا نطلبوا منا باش نوصلوا باسهم او بخطوط الجمل والعلاقات التاليه اذا أعطونا ينقد المفترس الفريسه ويقتله ليتغدى عليه ثم اعطونا يرتبط كائنين حيين بحيث يستفيد كل منهما من علاقته بالاخر ثم اعطونا يتم التزاحم والتسارع بين او بين كائنين حيين او اكثر على نفس على نفس مصدر الغداء وعطونا في الجانب المقابل علاقة التعاون علاقة التنافس وعلاقة الافتراس إذا مطلوب منا نوصلو بخط هاد المقترحات اللي عطاونا بالعلاقات المناسبة إذا جواب السؤال رقم ثلاثة أصل بخط إذا بالنسبة للمقترح الأول ينقض المفترس على الفريسة ويقتله ليتغدى عليه إذا متى ينقض المفترس على الفريسة ديالو ويقتلو باش يأكلو إذا غادي نوضعوه مع علاقة الافتراس هاد العلاقة تسمى علاقة الافتراس إذا غادي نربطوه مع علاقة الافتراس ثم المقترح الثاني يرتبط كائنين حيين بحيث يستفيد كل منهما من علاقته بالاخر اذا جوج ديال الكائنات الحيه تتعاون او تيستافدوا من بعضياتهم بجوج هذه العلاقه تنسميوها علاقه التعاون حيت يتعاونوا بيناتهم اذا غادي نوضعوها نربطوها مع علاقه التعاون ثم عندنا المقترح الثالث يتم التزاحم والتصارع بكائنين حيين او اكثر على نفس مصدر الغذاء اذا تبقاو نفس بيناتهم هاد الكائنات باش ياكلوا اذا هاد العلاقه نسميها علاقه التنافس اذا نربطوا هذا المقترح بعلاقه التنافس إذا نمر للسؤال رقم أربعة أشطب الجمل الخاطئة إذا مطلوب منا نشطبو على الجمل اللي خاطئة إذا أعطونا مقترحات أربعة ديال المقترحات من أجل الحفاظ على الطعام نستعمل طريقة التبريد والتعليب فقط المقترح الثاني للافتراس آثار إيجابية على الوسط البيئي ثم المقترح الثالث يؤثر التصحر على التوازن البيئي لانه يحول او يحول الاراضي الخصبه الى اراضي قاحله ثم عندنا المقترح الرابع الإحداث الطبيعية كالتصحر وزحف الرمال التي تحافظ على الأوساط البيئية إذا مطلوب منا في هذا السؤال الرابع باش نشطبو على الجمل اللي خاطئة إذا جواب السؤال رقم أربعة أشطب الجمل الخاطئة اذا عندنا المقترح الاول من اجل الحفاظ على الطعام نستعمل طريقة التبريد والتعليب فقط اذا هذا المقترح هو خاطئ اذا غادي نشطبو عليه علاش حيت عندنا باش نحافظو على الطعام راه تنستعملو بزاف ديال الطرق الطريقه ديال التبريد والتعليب غير طريقين طريقتين من طرق الحفاظ على الطعام كاين عندنا طريقه طرق أخرى طريقه ديال التصبير طريقه ديال التمليح عندنا بزاف ديال الطرق اذا غادي على هذا المقترح ندوزو المقترح الثاني للافتراس اثار ايجابيه على الوسط البيئي اذا هذا المقترح راه هو صحيح هاد الافتراس عنده اثر ايجابيه على الوسط البيئي حيت لما كانش هاد الافتراس غادي يكونوا الكائنات العاشبه غادي يكثرو بزاف هاد الافتراس شنو تيوقع فيه الكائنات اللحيمه المتوحشه اللحيمه لنا الكائنات العاشبه وهاد الافتراس تيخلي ان الغطاء النباتي يبقى مستمر تصوروا معايا لا كان ما كانتش العمليه ديال الافتراس يعني الكائنات اللحيمه ما تاكلوش ما افترسوش الكائنات العاشبه غادي يكثرو الكائنات العاشبه ولا كثرو الكائنات العاشبه غادي طبعا الحيوانات السالكوا بزاف ديال الغطاء النباتي ما غاديش يبقى الغطاء النباتي على وجه الارض اذا فعمليه الافتراس فهي عندها اثار ايجابيه على الوسط البيئي ثم عندنا المقترح الثالث يؤثر التصحر على التوازن البيئي لانه يحول الاراضي الخصبه الى اراضي قاحله اذا طبيعه الحال هذا المقترح راه هو صحيح اذا ما غاديش عليه لان التصحرات تاثر بزاف على التوازن البيئي حيث تجعل من هذيك الاراضي اللي خصبه اللي فيها الربيع وفيها النباتات وداك الشيء لنا صحاري قاحله اراضي قاحله ما تيكون فيها والو ما فيها لا نباتات لا والو فيها الخضره ما فيها الخصوبه ثم عندنا المقترح الاخير الرابع الاحداث الطبيعيه كالتصحر وزحف الرمال التي تحافظ على الاوساط البيئيه اذا كما قلنا في المقترح الثالث راه بالعكس التصحر وزحف الرمال راه تدمر الوسط البيئي حتى يرجع الاراضي الخصبه ترجع اراضي قاحله اذا بطبيعه الحال هذا المقترح راهو مقترح خاطئ اذا غادي نشطبوا على هاد المقترح اللي هو الاحداث الطبيعيه كالتسحر وزحف الرمال التي تحافظ على الاوساط البيئيه اذا فهو مقترح خاطئ اذا نشطبوا عليه اذا نمر للسؤال رقم خمسة اجب عن الاسئله التاليه اذا عندنا السؤال الاول وحددوا طرق حفظ الاطعمه الاتيه اذا عطاونا المخللات وعطاونا السردين وعطاونا الحليب اذا مطلوب منا نعطيو الطرق ديال حفظ هذه الاطعمه بثلاثه ثم عطاونا السؤال الثاني اذكر مكونات لا احيائيه اذا السؤال الثاني مطلوب منا نعطيو مكونات لا احيائيه اذا غير حيه مكونات غير حيه ثم السؤال الثالث عطاونا قالوا لنا وخطط سلسله غذائيه بسيطه اذا نوضعو واحد السلسله نديرو خطاطة لواحد السلسلة غذائية بسيطة ثم السؤال رقم أربعة طلبوا منا قالوا لنا أخطط شبكة غذائية باستعمال السلسلة الغذائية إذا بالنسبة للشبكة الغذائية راها تختلف على السلسلة الغذائية إذا مطلوب منا نوضعو خطاطة لهاد الشبكة الغذائية باستعمال هاد السلسلة الغذائية إذا جواب السؤال رقم خمسة أحدد طرق حفظ الأطعمة الأتية إذا بداية نعرفه بالنسبة لحفظ الطرق ديال حفظ الأطعمة فكاينين مجموعة ديال الطرق ديال حفظ الأطعمة. كاين مثلا كاين التجفيف التجفيف هو راه كان تيدير من قدم العصور فتنجفو الفواكه وتنجفو اللحوم باش نحافظ على القيمة ديالها الغذائية ما تخسرش كذلك عندنا العملية ديال التخليل كتخليل الخيار والجزر والزيتون والباذنجان والى اخره والخضر الى اخره تعملية تت... ديال التخليل تنوضعوا الملح في هاد المكونات باش باش تبقى محافظه على القيمه ديالها الغذائيه وما تخسرش كاين عاوتاني آه العمليه ديال المربى عمل المربى ت... كونفيتور كما تنهضروا نتكلموا كونفيتور عمل المربى حتى هو تيحافظ لينا على الفواكه باش ما تخسرش ثم عندنا العمليه ديال التبريد والتجميد ايضا التبريد والتجميد مثلا نجمدوا تنبردوا مثل المكونات الغذائيه فتنحافظوا عليها على القيمه ديالها الغذائيه وما تتخسرش اذا حيت علاش حتى نمنعوا النمو ديال البكتيريا حيت البكتيريا تحتاج الجو معتدل ودافئ باش تنمو مثلا وضعوها في الوسط البارد فما يمكنش ليها التكاثر وما يمكنش ليها تعيش واذا ما تتخسرش هاد الاطعمه اللي موجوده في المجمد او المبرد ثم عندنا العمليه ديال التعليب العمليه ديال التعليب من الطرق الحديثه والفعاله لحفظ الغداء حيث تعتمد على عده امور كمنع الهواء عن البكتيريا باش ما تنموش اذا تنسدو على هذيك المكونات الغذائيه باش ما يدخلش ليها الهواء طبيعه الحال الهواء هو اللي تيحمل لنا البكتيريا و تيخلي البكتيريا باش تنمو اذا مي تنغلقو هذه المعلبات بشكل محكم فتنساهموا في منع البكتيريا من تكاثر. ثم عندنا العملية ديال التمليح أو التجفيف بالملح مثلا نوضع الملحة وتنجفوا تنجفو المكونات الغذائية بالملحة حتى الملحة راه تتمنع تكاثر ديال البكتيريا وتتحفظ لنا بذلك الطعام إذا نمروا الجواب ديال السؤال الأول اذا بالنسبه للمخللات غادي نوضعوا عمليه او طريقه التمليح نديروا لها التمليح او ممكن نديروا حتى التخليل المخللات هما اللي قلنا هما الخيار وهذاك الجزر والزيتون مثلا نوضعوا ليه الملح و تنخلوه حتى تكون والملح والتخليل والخل فتتسمى عمليه التخليل او عمليه التمليح حتى هي ستحافظ كما قلنا على على القيمه الغذائيه ديال هاد المكونات باش ما تفسدش ثم العمليه او الكلمه الثانيه اللي عطاونا هي السرديل السردين هو تنعرفوه هو السمك السرديل السمك السرديل عنده الطرق ديالو باش نحافظوا عليه غادي نوضعوا التصبير طريقه التصبير او طريقه التعليب اللي هضرنا عليها هي منع الهواء من الدخول الى هذا المكون ديال السردين باش ما تدخلش ليه البكتيريا وتفسدو وتخسر لنا المكون الغذائي ديالو ثم عندنا الكلمه الثالثه هي الحليب الحليب حتى هو الطريقه ديال بتعقي... ديال الحفظ ديالو هو عمليه التعقيم الحراري اذا مثلاً تنسخنوه تنوضعوه في درجه حراريه عاليه تنسخنوه كما نقول تنفيضوا الحليب راه تنحميو تنحميو هذا الحليب من الفساد ما تيخسرش لينا اذا التعقيم الحراري وكذلك عاوتاني البسطرة عملية البسطرة اللي تتسمى باستوريزي اذا البسطرة هي تحمي الحليب من الفاسد إذا عملية التعقيم الحراري أو عملية البسطرة. إذا نمر للسؤال الجواب ديال السؤال رقم جوج اذكر المكونات اللا إحيائية. إذا اذكر مكونات لا إحيائية. إذا المكونات اللا إحيائية إذا كائنات غير حية. إذا غادي نوضعو كمثال. التربة الهواء الماء التلوج الصخور فهذه كلها مكونات أو كائنات غير حية إذا دوزوا الجواب ديال السؤال رقم ثلاثة أخطط سلسلة غدائية بسيطة إذا تنعرف أن السلاسل أو السلسلة الغذائية البسيطة شنا, شنا هي السلسلة الغذائية هي عبارة عن سلسلة خطية من الكائنات الحية التي تمر عبرها الطاقة والمواد الغذائية إذن ف مثلا غادي نوضعو القمح اذا القمح عندنا القمح هو الزرع عندنا الفأر الفأر حتى ياكل القمح ثم عندنا الافعى الافعى تأكل الفأر ثم عندنا النسر النسر تياكل الافعى اذا لاحظتوا فحاجة حاجه تتاكل حاجه هذه هي السلسله الغذائيه اذا عندنا القمح تأكل الفأر الفأر عفوا تيكل القمح ثم الأفعى تتكل الفأر ثم عندنا النسر تيكل الأفعى إذا كما تتوضح هنا الصورة فعندنا القمح هو غداء للفأر ثم الفأر هو غداء للأفعى ثم الأفعى هي غداء للنسر إذا واحد تيكل الاخر اذا القمح تياكلو الفار والفار تياكلو الافعى والافعى تياكلها النسر اذا بالنسبه للقمح تنسميه منتج او منتج ثم الفار تنسميه مستهلك اول حتى ياكل هو الاول تياكل هذاك القمح ثم عندنا الافعى فهي مستهلك ثاني حتى تاكل الفار الفار مستهلك اول والافعى مستهلك ثاني ثم عندنا النسر هو مستهلك ثالث حتى يكونهم بثلاثة يأكل الافعى وتيكون الفار وتيكون القمح اذا مستهلك ثالث اذا ندوزو الجواب ديال السؤال رقم أربعة أخطط شبكة غدائية باستعمال السلسلة الغذائية إذن فبداية شنو هو الفرق بين السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية إذن السلسلة الغذائية كما قلنا هي عبارة عن سلسلة خطية من الكائنات الحية التي تمر عبرها الطاقة والمواد الغذائية في حين ان الشبكه الغذاء، الشبكه الغذائيه هي عباره عن مجموعه من سلاسل الغذاء المترابطه لنظام بيئي معين اذا بالنسبه للشبكه الغذائيه فستكون مختلفه على السلسله الغذائيه حيث تكون فيها مجموعه ديال السلاسل هي تيكون داخلها مجموعه ديال السلاسل الغذائيه اذا طلبوا منا نوضعوا شبكه غذائيه اذا الشبكه الغذائيه كالاتي ممكن نديرو هنا مثلا شجرة اذا الشجره تياكل منها الفار وتياكل منها الارنب وتياكل منها الماعز اذا بدورو الفار تياكلو البوم وتياكل الافعى والاف الافعى تياكلها الصقر والبومه تاكل الافعى والفار تياكلو هذاك القط البري ثم الارنب تياكلو الثعلب ثم الاسد تياكل شنو تياكل آه تي يقدر ياكل الارنب ثم يقدر ياكل الماعز اذا لاحظتنا فهذه شبكه غذائيه تضم مجموعه ديال السلاسل الغذائيه فاذا في الشبكه الغذائيه هي كما قلنا هي نيس تيكون فيها مجموعه ديال السلاسل الغذائيه اللي مترابطه بيناتها اذا كل شيء كلشي